أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حوار سياسي. حلقة اليوم عن التقرير الذي نشرته منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان بخصوص تأكيدات لها من قبل مسؤولين وعاملين في إدارة المخيمات وثلاث منظمات دولية أن السلطات في العراق أجبرت 235 أسرة على مغادرة منازلهم بتهمة انتماء بعض من أفرادها أو أقارب لها لتنظيم الدولة. وأكدت المنظمة أن ميليشيات الحشد هدمت منازل هذه الأسر وقامت بسرقة أموال ومواشي هذه العائلات، وقامت أيضا بالاعتداء عليهم جسديا ولفظيا. كما وتساءلت المنظمة الدولية كيف تدعي سلطات العراق أنها طوت صفحة تنظيم الدولة وأنها مشغولة الآن في إجراء مصالحة وطنية شاملة في وقت نجد فيه هذه الحكومة وهي تنتهج سياسة العقاب الجماعي للسكان المدنيين. وقبل أن ندخل في تفاصيل لقائنا هذا لنشاهد معا مشاهدينا الأعزاء هذا التقرير فلنتابع. في تقرير جديد لمنظمة هيومان رايتس ووتش عن سياسة العقاب الجماعي التي ما زالت متبعة في العراق، كشفت المنظمة أن مئات الأسر تم طردها من مناطقها والاستيلاء على ممتلكاتها الخاصة بتهمة ارتباط بعض أبنائها بتنظيم الدولة، حيث وثقت المنظمة قيام ميليشيا الحشد والقوات الحكومية بتهجير 235 أسرة من منازلهم واحتجازهم في مخيمات بذريعة انتماء أقاربهم لتنظيم الدولة مطلع كانون الثاني الجاري في محافظة التأميم. المنظمة وثقت بالشهادات والصور والوقائع عمليات التهجير التي طالت تلك العائلات في محافظة التأميم وتحديداً قضاء الحويجة وما يجاوره من القرى تحت بند لا يعلم له سند في قوانين أشد الدول ديكتاتورياً وعنفاً. التهجير لم يكن حاضراً لوحده، فقد سردت المنظمة بتقريرها التفصيلي عمليات هدم وتجريف وحرق منازل تلك الأسر والذريعة ذاتها التي باتت بنظر الكثيرين هي شماعة تعلق عليها مجمل انتهاكات القوات الحكومية ومن في ركابها من ميليشيات باتت تجول في المدن العراقية دون ما عين ترصد أو قانون يحاسب. هذا كله رافقته عمليات اعتقال وتعذيب ومصادرة للأوراق الثبوتية لتلك الأسر قبل إسكانهم بمخيمات لا ترقى لأقل مستويات الحياة الكريمة بعد تهديم المنازل عقب نهب الممتلكات والماشية وإحراق البساتين والمزارع، وإذ لا يعرف بأي قانون وضعي أو حتى إنساني ترتكب مثل هذه الممارسات، لا يعرف أيضاً مصداقية ما تتكلم به حكومة العبادي من طي لصفحة الماضي وبدء مرحلة المصالحة، لكن طفلاً يرى أباه يعذب أمامه ومنزله يهدم سيكون أكثر وعياً للمصالحة من غيره. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، دعوني في البدء أرحب بضيوفي معي عبر الهاتف السيد أمير المفرجي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا ومرحبا بك أستاذ أمير. أهلا وسهلا. أهلا بك. وأيضا معنا عبر الهاتف من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب السيد عمر الفرحان. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بك ومرحبا بك في حوار سياسي. وينضم أيضا معنا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أحمد كسار. أهلا بك دكتور أحمد في حوار سياسي. أهلا وسهلا. أهلا بك، حياكم الله في برنامجنا. أبدأ معك أستاذ أمير، بداية كيف تعلقون على حال حقوق الإنسان في العراق؟ مساء الخير. شيء طبيعي إلا شكل الدولة العراقية وشكل منظوماتها السياسية الرسمية وشبه الرسمية والخارجة عن القانون يعني تثبت بأن ليس هناك أي أمل في أن تكون لحقوق الإنسان موضوعية شفافة. نعم. لأن الدولة لم تعد موجودة منذ 2003 وإنما هي شبه دولة لم تستطيع من يعني أن تكوين مؤسسات شفافية نستطيع أن نقول بأن حقوق الإنسان الموجودة. ما عمله داعش
قد أثبتته الميليشيات بعمل يشابه له. يجب عندما نتكلم عن حقوق الإنسان في العراق نتكلم عن جرائم داعش، ولكن يجب أن نتكلم عن جرائم الميليشيات التي يعني لم تعد تلتزم بالقانون، وإنما انفردت بشكل من شكل يعني العداءات الشخصية والطائفية بين مكونات الشعب العراقي. نعم أستاذ عمر، حقوق الإنسان في العراق تشهد أشرس هجمة عبر التاريخ، لماذا برأيكم؟ نعم، هذه الهجمة هي بداية جديدة لتكوين الحكومات الموالية للسياسة الأمريكية في المنطقة. كان هدفها وما يزال القضاء على الإنسان وجعله عبدا تتحكم فيه المصالح الأمريكية والغربية للاستحواذ على مقدراته وممتلكاته، وهذا كله واقع في حقوق الإنسان في العراق منذ 2003 وإلى اليوم. نعم. وليس وتعدى ذلك إلى بعد ذلك، فالمنطقة كلها تشهد إلى هذه السياسة العنصرية، السياسة المغلوطة التي تنتجها الولايات المتحدة الأمريكية والأدوات في المنطقة. في العراق بعد 2003 ممكن أن نطلق على حاج حقوق الإنسان هو إنسان بلا حقوق. يعني بعد كل هذه الأحداث التي جرت وحصلت في العراق بمجازر وقتل على الهوية وغيرها من الممارسات اللا إنسانية من قبل قوات التحالف الدولي والقوات الحكومية والميليشيات التابعة لها، فهذه هي السياسات التي طبقتها الحكومات الطائفية في العراق منذ بداية تكوينها بعد 2003 وما يعرف في العراق الديمقراطي. وإلى الآن فإن ملامح هذه الديمقراطية والعراق الديمقراطية هي الحقوق المسلوبة والحقوق المنتهكة، السمة الباردة في العراق الذي أرادته أمريكا والتي نصبت ودفعت من أجله الكثير من الأموال حتى تنصب هذه الحكومات الطائفية، فإنها وصلت إلى ذروة الانتهاكات الجسيمة ووصلت إلى ذروة اللا إنسانية في التعامل مع ملف حقوق الإنسان في العراق. دكتور أحمد، كمتابعين للواقع في العراق كيف تعلقون على ملف حقوق الإنسان فيه؟ اسمح لي في البدء أن نعرف أن قلوبنا مع العوائل المهجرة فردا فردا، صغيرا كبيرا، رجالا ونساء، قيمة قيمة. هؤلاء يجب أن نذكروا ونقف بجانبهم، يعني كل وقفة مشرفة وسط هذا الاعتداء الصارخ الذي يأتي من قبل للأسف القوات الحكومية التي تدعي حماية المدنيين. حقوق الإنسان في العراق منذ 2003 في التدهور وفي أزمات متعاقبة سنة بعد أخرى، نصل إلى عام 2017 المنصرم ونجد أنه كان العام الأعلى عنفا من خلال الضحايا والأعلى من خلال التهجير والأسوأ على حياة المدنيين والأقسى على حياة الأطفال. كان حقوق الإنسان في العراق مهجورة، وصلت بها الحال إلى أن ثلث اللاجئين في العالم هم من العراقيين والسوريين، وهؤلاء كلهم لا بواكدهم إلا بقايا هذه الأصوات، ومن ضمنها برنامجكم المميز وقناتكم الحرة التي تصرخ باسمهم وتنادي بحقوقهم. وهكذا يجب أن تعلو الأصوات لكي نوصل أصوات هؤلاء الذين يقبعون في الخيام، تركوا منازلهم من غير حول لهم ولا قوة إلا يعني بتهم جزاف وتغطرس ميليشياوي حكومي عسكري وعقاب جماعي كما بينه تقريركم في بداية البرنامج. نعم أستاذ أمير، تقرير هيومن رايتس ووتش أشار إلى تهجير 235 عائلة من منطقة أو قضاء الحويجة إلى مخيم في محافظة التاميم وفصل الأطفال عن الآباء، وذكر التقرير ما قامت به القوات الحكومية. برأيكم هل يحق لحكومة بغداد اتخاذ هكذا نوع من القرارات؟ بالطبيعي هذا شيء غريب، يعني بالنسبة إلى حكومة تدعي بأنها تعمل على ردم يعني كل شيء جاء من داعش
وتسعى إلى المصالحة الوطنية وتسعى إلى لم الشمل العراقي. أنا في رأيي أن الحكومة، حكومة بغداد التي ترأسها السيد حيدر العمري، غير قادرة الآن في الوقت الحاضر على عمل ما يعني أعلنته سابقا بأنها تسعى لردم يعني كل التراب الذي جاءت وأنبتت منه يعني نبات داعش. المشكلة تكمن في أن الميليشيات الموجودة في العراق التي يعني لها الولاء الكبير لإيران لا تسمع رأي الحكومة، حتى ولو كان هذا رأي الحكومة هو رأي موضوعي لصالح العراقيين. يعني المشكلة في العراق ليس هناك صوت وطني يستطيع أن يعني يعطي الأوامر للمؤسسات التي يعني موجودة، خاصة في المؤسسات الصحية، حتى الجيش العراقي والقوات الموجودة التي يعني دخلت المدن التي حررت من داعش لها صبغة شبه طائفية يعني تسعى لوضع وإقامة ثقافة جديدة على التراب. إذا أخذنا بنظر الاعتبار عدم وجود ثقافة وطنية داخل الحكومة العراقية، أنا في رأيي لن نستطيع يعني أن نعمل شيئا، لأن قرارات ستكون خارجة عن نطاق هذه الحكومة وستكون بأيادي أمراء الطائفة التي لا يأتمرون حسب استراتيجية الدول المارقة في المنطقة، حسب استراتيجية يعني الدول المؤثرة على العراق داخليا، يعني وخصوصا هناك يعني صراع في منطقة الشرق الأوسط بين الدول الإقليمية، هناك صراع إيراني يعني التمدد على حساب العراقيين والسوريين. إذا من هذا المنطق أنا أقول في صراحة يعني وأؤكد على أن المعلومات التي ذكرتها حضرتك شخصيا وما ذكرتها الوكالات الأنباء عن هذا يعني التمادي وهذا عدم الاحترام بحقوق الانسان، حقوق الانسان في العراق، هي اشياء اكيده يعني اكدتها المنظمات الدوليه. وهذه المنظمات الدوليه هي منظمات صادقه، وحتى يعني المنظمات القريبه من الولايات المتحده ويعني واعلامها الخارجي قد اثبت بان هذه الخروقات الخاصة بالعراق هي موجودة ويعمل فيها الآن في العراق، خصوصا في المدن التي حررت بعد الانتهاء من القضاء على داعش. نعم أستاذ عمر، برأيكم تحت أي بند يندرج ما قامت به هذه القوات بحق هذه الأسر في محافظة التأميم؟ نعم، بداية علينا أن نعرف التهجير القسري. ذلك يعرف بأنه ممارسة منهج تنفذها حكومات او قوى شبه عسكريه كما تفعل فيه الميليشيات او مجموعات متعصبه تجاه مجموعه عرقيه او دينيه او مذهبيه بهدف اخلاء اراضي او احلال مجاميع سكانيه اخرى بدلا عنها، حيث اكدت هذه الماده احلال مجاميع سكانيه اخرى، وهذا ما يندرج الان في معظم محافظات العراق، حيث تقوم القوات الحكوميه بتهجير السكان الاصليين والايتاء بسكان اخرين محل هؤلاء السكان الاصليين. نعم. ان التقرير هذا تقرير منظمه هيومن رايتس عندما تتهم القوات الحكوميه باجبار اكثر من 235 عائله على النزوح، هذا يدل على ان الحكومه تنفذ سياسه خارجيه، تنفذ مخطط استعماري، مخطط منهجي للطائفيه في العراق، ويعني واجبار هؤلاء السكان الى النزوح الى مخيمات هو امر مشين للغايه ويجب ان تتوقف عند حد هذه القوات الحكوميه، والمجتمع الدولي معني في هذا الاجراءات، حيث تقوم الامم المتحده واجهزتها المعنيه ومنها مجلس الامن بفرض العقوبات وفرض الاجراءات العقابيه حتى توقف هذه التهجير القسري الذي تنفذه القوات الحكوميه والميليشيات. هذا يؤكد بطبيعه الحال ان تواطؤ الحكومه في تعميق انقسام المجتمع العراقي والذهاب به الى الموت المحقق والتدمير الشامل لهذه المناطق.
طبعا العمل والمخطط جاري على قدم وساق من اجل خلق مناطق مقطوعه تتميز كل واحده بصفه خاصه، تتميز بانها الان تجري على مواليه للحكومه ومواليه للسياسه الايرانيه، وهناك محافظات لا تنتمي الى هذه المجامع، وبالتالي سيكون هناك احتكاك، ستكون هناك بؤر طائفيه، ستكون هناك ابتزاز للمواطن، وكل هذه هي من استراتيجيه الحكومات الطائفيه في العراق وتنفيذ المخطط التوسع الايراني في العراق وفي المنطقه، وهذا متاتي من خلال تمزيق النسيج الاجتماعي العراقي وابداله بنسيج ضعيف ومتميز بالطائفيه والعرقيه وتحويله الى تحت السياسه الاثنيه، وهذا يؤدي بهلاك المدني. نعم دكتور أحمد، يعني برأيكم من يقف وراء كل هذه الانتهاكات والجرائم التي تحدث بحق المواطنين العراقيين؟ يعني من المؤسف القول أنه لم يعد القول بأنه هناك هذه الانتهاكات يقف وراءها، وإنما يقف أمامها الجرائم والممارسات ضد العراقيين المدنيين موثقة اليوم بالصورة والصوت والفيديو والتقارير الرسمية الحكومية العراقية والأممية والدولية والإقليمية والمحلية، كلها تثبت أرقام متزايدة بشأن الاعتداءات على حق الفرد العراقي. فبالتالي اليوم الممارسات التي تنتهك بحق العراقيين تصور بطريقة السيلفي، الجندي أو العسكري في الميليشيا المعينة يصور نفسه وزملائه وأصحابه على مرأى ومسمع كيف يعذب العراقيين، كيف يهجرهم، كيف وهذه التصاوير والتسجيلات تنتقل وكلنا نرى العشرات منها في اليوم والليلة. كذلك أن هذه الممارسات ومن يقف وراء وأمام هذه الانتهاكات حقيقة هو الاحتلال الأمريكي الذي ما زال يشرف على العمليات العسكرية بصورة مباشرة، وكذلك الأجندات التي الممنهجة التي تنفذها الميليشيات في العراق التي تدفع الدول الخارجية وخاصة الدول التي لا تريد الخير للعراق والعراقيين والتي تريد الثأر التاريخي من العراق. وبالتالي الاتهام الأول موجه بعد الاحتلال الأمريكي وسياسته في العراق إيران تحديدا بأنها لا تريد استقرار العراق، وأن العراق تشكل خطر عليهم إذا ما استقر وأمن وضعه. وبالتالي هذه الميليشيات تريد إرباك الوضع ومزيد من الممارسات والتعسفات بحق العراقيين وعلى مناطق للأسف محددة بهويتها، ولذلك هذه الإجراءات يجب أن تصل لكل متابع بأنه لماذا هذه المنطقة دون غيرها، لماذا هذه القومية دون غيرها، لماذا هذه الطائفة دون غيرها. لذلك نحن أمام اعتداءات ممنهجة تسير بشكل يومي ومتزايد للأسف على مرأى ومسمع من العالم. نعم أستاذ أمير، برأيكم هل هنالك أي قانون في دساتير العالم مهما كان هذا الدستور ومهما كان عدل هذا الدستور مع مواطنيه يسمح بمعاقبة شخص بجريرة شخص آخر أو بجرم شخص آخر اقترفه؟ بالطبع لا، ولكن يعني أنا في رأيي الأسرة الدولية وخصوصا بعد خروج هذا التقرير المهم عن ما حدث ويحدث في العراق ستكون هناك نوع من المساءلة، وخصوصا هناك يعني مشروع لإعادة إعمار العراق وإرجاع اللحمة الوطنية بين العراقيين. فأنا في يعني اعتقادي الشخصي أن الأسرة الدولية قد فرضت على العراقيين على حكومة بغداد في يعني عدة شروط من أجل إعادة الإعمار ويعني إعطائهم للأموال المطلوبة. من هذه الشروط هي يعني إعادة الإعمار بصورة نزيهة وإعادة التوازن الاجتماعي والديمقراطي بين العراقيين، لأن الأسس التي يعني قامت على
مساعدة الحكومة العراقية تعتمد أولا على إعادة اللحمة الوطنية بين العراقيين. إذا كانت الحكومة العراقية حريصة في أن تكون إعادة الإعمار يعني قد تعمل في صورة سليمة وجيدة، يجب أن تراعي هذا. ولكن أنا وكما قلت يعني في بداية هذا البرنامج، أن هناك يعني أمراء طوائف و شخصيات سياسية، يجب أن لا نلقي اللوم أيضا يعني فقط على بعض الميليشيات. هناك أيضا صراع سياسي سني سني في المناطق المنكوبة، وهذا الصراع السياسي السني سني يصب في مصلحة الميليشيات وأمراء الطوائف في العراق والتحالفات الجديدة التي ستعمل على يعني على خلفيات هذه المشاكل الموجودة في العراق، وخلفيات يعني الدواعش الذين يعني قتلوا من العراقيين سنة وشيعة سواسية، ولكن الآن المضطهدين هم يعني المناطق التي ظهرت فيها داعش والشخصيات التي كانت من نفس العشيرة أو من نفس المنطقة والتي تسلب يعني مواشيهم ويقتلوا أو تسلب أراضيهم وبيوتهم. مع الأسف يعني الحكومة العراقية يجب أن تكون في مستوى المسؤولية. السيد حيدر العبادي ينظر له من قبل الأسرة الدولية على أساس أنه يعني رجل سياسة قد فهم المشكلة. يجب أن ننتظر لنلاحظ ما يحدث، ولكن أنا في نظري تقرير الهيومن رايت ووتش سيكون له يعني صدى واسع في العراق وخصوصا نعم. في الدول المانحة للعراق. نعم أستاذ عمر، التهمة كانت بالنسبة لهذه الأسر ارتباط بعض من ذوي هذه الأسر أو من أقربائهم إلى تنظيم الدولة. هل يعد هذا الأمر مبرر قانوني لتهجيرهم وتهديم منازلهم وفصلهم عن أبنائهم وأطفالهم وسرقة أموالهم وممتلكاتهم ومواشيهم؟ نعم، بالتأكيد لا توجد هناك أي فقرة أو مسوغ قانوني يبيح سرقة وتدمير المنازل واعتقال الآخرين بتهمة أقربائهم، وهذه الأفعال محرمة في القانون الدولي الإنساني والقانون والقوانين الداخلية. فلا يوجد هناك من يتيح أو يبيح هذه الأفعال. فإذا كانت المادة 5 من القانون الدولي الإنساني، حيث القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث تقول لا يجوز لأي موظف من الموظفين المكلفين بإنقاذ القوانين أن يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللا إنسانية أو العقوبات القاسية، هذا في حق المتهم. فكيف يتيح لنفسه القانون العراقي او الشرع العراقي او الحكومه الحاليه في بغداد ان تتيح له هذه الافعال بحق غير المتهمين؟ وهذا ما تؤكد على حرمته القوانين الدوليه، وهذه تشكل سياسه عقاب جماعيه ايضا يحضره القانون الدولي. فالبيوت التي هدمتها القوات الأمنية والميليشيات المرافقة لها كانت لمدنيين لم يتهموا بالمشاركة في العمليات العسكرية ولا بأي شيء من الأشكال العدائية التي أظهرت يعني حجم الدمار التي قامت بها هذه المدنيين أو المس بممتلكاتهم بهدف الانتقام. طبعا هذا الحكومة ردت بهدف الانتقام والعقاب على هؤلاء المدنيين، ولكي تتم تنفيذ سياسة هدم البيوت وإتلاف الحقول وكجزء من استراتيجية القوات الحكومية نعيدها ونكررها، هو لتنفيذ مخطط التغيير الديموغرافي والتوسع الإيرانية في المنطقة والتي تنتهجها بواسطة الميليشيات والقوات الحكومية. وهذا تأكيدا لما قاله مسؤولون إيرانيون اليوم أن الجيش العراقي والسوري هما عمق الدولة الإيرانية في المنطقة، حيث هذه تسعى القوات الإيرانية إلى إيجاد حرب بعيدة عن مدنهم، وبالتالي تنفذ هذه القوات الحكومية والميليشيات سياسة السرقة وتدمير المنازل والمزارع وغيرها من الضروب الغير إنسانية في العراق. نعم دكتور أحمد، هذه المبررات التي تسوقها ما يسمى بالحكومة في بغداد، هل تجدونها مبررات حقيقية تقف وراء هذا الأمر، أم أن هنالك ما يخفى عن الناس؟
طبعا مبررات حكومة بغداد الذي يتابعها يجب أنها يعني تعترف ببعض هذه الممارسات اللا إنسانية بحق العراقيين المدنيين، لكن ماذا بعد الإقرار؟ كل ما يعني يمكن إجراؤه وإجراء روتيني نعده هو فتح تحقيق مثلا، وبعد التحقيق ماذا يكون؟ بالعكس المجرم إذا فتحت له تحقيق يقول جاء انفرج، لأنما بعد التحقيق تدخل المحاماة ويدخل الاستئناف ويدخل الفساد الإداري والمالي الواقف حتى لمؤسسة القضاء، فبالتالي فتح التحقيق ليس حلا أو تسجيل هذه الحالة وتوثيقها رسميا أو زيادة أرقامها في الوثائق، هذا ليس حل لوقف هذه الممارسات بحق العراقيين. المطلوب هو إجراء عملي ملموس، فبالتالي يعني أين محاكمة مسلمي التحرير المدن أو محاكمة مسلمي الميليشيات الذين وصفوا بالصوت والصورة اعتداءاتهم على العراقيين وهم معروفين بأسمائهم وأفعالهم. فبالتالي مبررات حكومة بغداد إنما تقول أو تعلق الأمر على شماعة داعش، فهذه ليست جريمة تعد أن داعش مر من هنا تحرق هذه المدينة أو يهجر أهلها، أو مثلا عائلة تهجر بسبب فرد متهم وليس حقيقة أحد أفرادها بأنه منتمي لهذا الصنف، أو أن منطقة كالحويجة مثلا تهجر مئات العوائل بسبب داعش. ومن هي داعش؟ داعش أفراد أو عشرات أو أقل، لكن ما ذنب هذه العوائل المئوية التي تخرج؟ ثم إن الممارسات بحق العراقيين لا نجد أن أكثرهم يعني أو أغلبهم أو كلهم معظمهم من العراقيين، أين قتلى داعش؟ أين أسرى داعش الذين جئتم يعني من أجلهم؟ فبالتالي المتضرر أمام هذه العمليات هو العراقي، هو المواطن المدني. مشاهدينا الكرام، أرجو منكم وأرجو من ضيوفي البقاء معنا، برنامج حوار سياسي مستمر وفيه فاصل قصير. أهلا بكم من جديد وأرحب بضيوفي في برنامج حوار سياسي. أستاذ أمير، النازحون أكدوا إلى المنظمة وإلى اللجنة التي التقت بهم أن الحكومة قامت بمصادرة أوراقهم الثبوتية، برأيكم ما الغاية من وراء ذلك؟ شيء طبيعي هذا الشيء، هو يعني إذا صح وكان يعني بصورة جماعية هو شيء خطير على يعني على مستقبل الحكومة العراقية، لأن هذا يعني أن الحكومة العراقية نفسها هي التي يعني تعمل بثقافة الميليشيات. ولكن يجب أن نكون يعني حريصين على معرفة من وراء هذا يعني العمل الذي يعني يراد منه أولا تغيير الديموغرافية لبعض المناطق، وشيء ثاني بالنظر لقرب الانتخابات بعدم السماح لبعض المجاميع العراقية من المشاركة في الانتخابات. وهنا يجب أن نرجع إلى يعني العنصرين الرئيسيين في المشكلة العراقية في الوقت الحاضر، وهو النفوذ الإيراني في العراق، ومن ثم يعني الشكل السياسي المتهلهل الضعيف للمؤسسات العراقية التي تستعد لعمل ما يسمى بالانتخابات، والتي هي يعني لا تعرف معنى الديمقراطية الحقة. نحن أمام ديمقراطية طائفية يعني تعطي للطوائف والعشائر الحق في أن يكونوا في النظام السياسي. إذن يجب أن نكون حريصين على معرفة من وراء
من وراء هذا العمل، لأن العمل هذا هو عمل يعني منظم يراد منه شيئين كما ذكرت، هو تغيير الديموغرافية المناطقية في العراق واستعداد للانتخابات، وهنا يجب أن نشمل إيران بالضبط وميليشياتها في العراق، وأيضا الأحزاب السنية التي يعني تعمل منذ القدم 2003 للبقاء في شكل نظام سياسي ثقافي، والتي جلت من وراءه الفاسدين والفساد الذي انتشر في العراق. إذا يعني السؤال هو سؤال يعني خطير، هل الحكومة العراقية يعني تستطيع أن تعطي هذا يعني الأمر، مع العلم أن الأسرة الدولية يعني تراهن على نجاح عمل الحكومة العراقية بإعادة اللحمة العراقية؟ وهو يجب أن أرجع إلى شيء يعني قاله أحد الضيوف، وهو عن الدور الأمريكي في العراق. لا أقول أنا جازما يعني بأن الدور الأمريكي هو في صالح إيران، ولكن أمريكا تريد أن تخرج إيران من العراق، ولكن الوقت الحاضر لا يستطيع أن تكون هناك حرب مفتوحة بين أمريكا، ولكن لننتظر قليلا ولننظر ماذا ستحل به الانتخابات العراقية القادمة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية عازمة على إخراج إيران سياسيا أولا من المنطقة. نعم. أستاذ عمر، هنالك أيضا معلومات عن منع المرضى من مغادرة المخيم إلا بوجود كفيل يضمن عودة هذا المريض أو يضمن خروج المريض وذهابه إلى المشفى، لكن السؤال الأهم، ماذا عن المرضى الذين لا يتمكنوا من إيجاد هذا الكفيل؟ أي يتركوا لمواجهة الموت؟ هل هذا العمل إنساني بحقهم؟ بالتأكيد لأنه غير عمل إنساني، وحيث ينص القانون الدولي الإنساني المتمثل في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي لعام 1977، حيث يقول يكفل الحقوق الصحية للمدنيين بشكل عام وتوفر الحماية الخاصة للجرحى والمرضى على وجه الخصوص، كما أن القانون يكفل لحقوق الإنسان حق المرضى في الوصول للخدمات الصحية والعلاج من خلال مجموعات من الصكوك الدولية، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. هذه مجمل الاتفاقية التي نصت على هذا الحق على وجه الخصوص، هو تمنع أي جهة كانت سياسية أو عسكرية أو غير ذلك من منع الوصول المريض أو الجرحى أو أي من يتسببون في الإصابات المدنيين من الوصول إلى مبتغاهم وتلقي العلاج، وهذا يعد جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي. يجب السماح بكل مريض بالوصول للعلاج الذي يحتاج إليه من مسؤوليات الحكومة تجاه المدنيين، ويعتبر التخلي عن هذا الحق أو منح هذا الحق وتخلي السلطات من مسؤولياتها تجاه السكان المدنيين والمساومة على آلامهم هو انتهاك خطير القوانين الدولية، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالتالي فإن الحكومة الحالية هي متهمة في المساومة على المرضى والجرحى من المدنيين، وهي تقوم بقتلهم عمدا، وهذا أيضا يضاف إلى الجريمة الأولى هي جريمة القتل العمد، وبالتالي فإن المجتمع الدولي أمام مسؤوليات كبيرة حيال حكومة المنطقة الخضراء وقواتها وميليشياتها التي باتت تفتك بالمدنيين ولا تقوم على أساس أنها تقوم على حمايتهم وتوفير الخدمات الأساسية. مشاهدينا الكرام، للتأكيد على ما قاله الأستاذ عمر، أيضا قانون الحرب الدولي يشير إلى أي دولة تأسر عناصر من أعدائها يجب عليها إن كانوا هؤلاء العناصر جرحى أو مصابين أن تقدم لهم العلاج اللازم، ومن ثم تقوم بما تريد فعله بهم ولا أن تصفيهم جسديا وهم عزل، هذا مع الأعداء، فكيف إذن بالنسبة إلى المواطنين؟ أتوجه بالسؤال إلى الدكتور أحمد. دكتور أحمد، حقية المواطن على أي دولة في العالم هي العيش الكريم، العلاج، التعليم، الكثير من الأمور
الأساسية. العراقيون اليوم يمنعون من حقوقهم الأساسية التي يجب أن تكفل بها حكومة بغداد، ما يسمى الحكومة في بغداد. لماذا برأيكم؟ حقيقة هي أيضا من السياسات التي بدأ بها الأمريكان وتكمله الجيشات بخلق الحق الإنساني للعراقيين المواطنين العراقيين، فبالتالي عيش أن يعيش الإنسان العراقي هموم الماء والكهرباء والصحة والدواء وغيرها، فإن هذه والبطاقة التموينية، فإن هذه من السياسات المعتمدة أو التي يتعمد في اتخاذها لكي لا يلتفت العراقي المواطن العراقي إلى حقوق أعلى وأكبر وتطلعات أعلى، فبالتالي هدف سياسي واضح وهو مكشوف من ألاعيب القديمة التي لا تخفى على كل تابع، فبالتالي الحق الإنساني والعيش الكريم في العراق وطنه بات مهضوما من جميع الحقوق وما تتصدق به الحكومة بالمن على هذه على المواطنين، فإنه يعد من التقصير الواضح بشأنهم على مستوى الأصعدة كافة. فالمعاناة الصحية لا تقل عن معاناة البطاقة التموينية مثلا أو عن الأخرى، فبالتالي فإن منع العراقيين من حقوقهم هو هدف سياسي متعمد لهذا الشعب الكريم، وأن يمد عنقه دائما إلى السلطات الجائرة الظالمة التي تتصدق عليه بالقتال. أستاذ أمير، القوانين الدولية وأيضا تقرير هيومن رايتس واتش أشار إلى نقطة مهمة، والأستاذ عمر وحضراتكم أشرتم إلى أن ما يحصل الآن هو جريمة ألا يعتبر ما تقوم به الميليشيات، وسكوت ما يسمى بالحكومة عنه إرهابا بحد نفسه. إذا ما الذي اختلف على المواطنين في هذه المحافظات؟ ما الذي اختلف على العراقيين؟ كانوا ضمن إرهاب تنظيم الدولة واليوم هم تحت إرهاب الدولة. سؤال جيد، لأنه يعني يذهب إلى قلب المشكلة، وهي مشكلة هل هناك حقا وجود دولة في العراق. ليس هناك أي وجود لدولة في العراق، هناك نظام عراقي. النظام العراقي هو نظام يشمل يعني بمؤسساته الحالية يعني أشياء يعني ليس لها صلة بالدولة الحقيقية. الدولة الحقيقية عندما تكون أم لكل العراقيين شيعة وسنة وأقليات، ولكن في العراق هناك نظام بني على أساس طائفي، وهذا النظام يعني ليس له حتى مسؤولية الدولة. الأسرة الدولية تعلم جيدا بأن في العراق الآن هو نظام يعني هش لا يستطيع أن يقوم بمهام الدولة. إذا نريد أن يعني أن نعطي لهذا النظام شكل من أشكال من أشكال من شكل من يعني أشكال الدولة هو خطأ فاضح، لأن الدولة هي يعني لها قيمتها ولها يعني عمقها الوطني في الشعب العراقي أو الشعب أو أي شعب آخر. إذا أنا في نظري أنه ما يعمل فيه الآن في العراق من إرهاب ومن جرائم بحق الشعب العراقي هو جاء من نظام ومؤسسات نظام يعني ليس لها أي صلة بالدولة الوطنية، لأن الدولة الوطنية هي يعني بعيدة كل البعد عن هذه الجرائم التي وكما ذكرتها حضرتك شخصيا والأخوة الضيوف هي جرائم حرب بحق قسم من العراقيين. نعم أستاذ عمر، هذه الجرائم تتكرر في العراق منذ أن بدأت الاعتصامات وحتى اليوم وقبلها أيضا، لكن السؤال الذي يحيرني هو أننا نجد القوانين الدولية التي تكفل حقوق الإنسان والتي تكفل معاقبة المجرمين عاجزة في العراق بشكل كلي، لماذا؟ نعم، هناك حقيقة يجب على الجميع معرفتها، قال سيما المختصون وحتى العامة يجب أن يتنبهوا إلى هذه القضية، ألا وهي هناك توظيف سياسي لهذه الحقوق، والتصرف الوحيد يكون بيد مجلس الأمن الذي يتحكم فيه الولايات المتحدة الأمريكية بصورة خاصة. فإذا كان الحاكم أو القاضي هو السجان، فكيف يكون تحقيق العدالة وكيف ستتصرف
المنظمات الدولية التي ترضخي مجلس الأمن بالقوة وبالإكراه وطواعية بالإغراءات الأمريكية وغيرها، فإن قرارات مجلس الأمن التي تحكم بها كما قلنا الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى، هناك طبخة سياسية وصفقة سياسية مبيتة ما بين هذه الدول الكبرى، وإذا ما أراد أي منظمة أو أرادت أي دولة أن تقوم بعملية الإصلاح فلا بدها أن تكون هناك صفقة ثانية ما بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى حتى تصحح الوضع القائم في العراق، وإلا فإن الأمر مستمر وسيستمر على هذا الحال، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الاستقرار للعراق، الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الأمن في العراق، الولايات المتحدة الأمريكية تريد هناك فوضى خلاقة وهي من أسست لها في العراق ثم المنطقة، وبالتالي نرى غياب القانون الدولي ونرى غياب تحقيق العدالة، وهذا كله في تحت تأثير الولايات المتحدة الأمريكية والقوى المؤثرة الأخرى التي تريد سلب هذه المقدرات وسلب الحقوق من هذه الدول، وبالتالي جعلها تحت تصرف الولايات المتحدة الأمريكية. متى ما انتفت الحاجة من هذه الدول فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم الدنيا ولا تقعدها حتى تدعي بأن هناك انتهاكات جسمة حقوق الإنسان، هناك حكومات غير ديمقراطية، هناك حكومات طائفية، وبالتالي تلعب على الوتر الحساس وتكيل بشكالين في سياستها في المنطقة ومنها العراق. دكتور أحمد، تعامل الأسرة الدولية والعربية مع ما يسمى بحكومة بغداد ألا يعطيها شرعية برأيكم؟ نعم بالضبط، فالسكوت حقيقة على الجرائم الحكومة والميليشيات في بغداد هو شراكة دولية نقولها بملء الفم، فالمجتمع الدولي يرى ويسمع دليل أنه يستنكر ويشجب كل تفجير أو عمل إرهابي. طيب ما رأي المجتمع الدولي بهذه الأعمال الإرهابية الحكومية؟ يعني كأننا نفهم أن المواطن العراقي يذكر في المجتمع الدولي فقط عندما يموت أو يقتل أو يفجر، أما أن يهجر أو أن يعتقل أو أن يضرب ويركل بالأقدام أو أن يقصف منزله أو تحرق يعني مزارعه أو تسرق أمواله فهذا شأن آخر. على المجتمع الدولي أن لا يفرق بين الأعمال الإرهابية الحكومية والممنهجة من قبل الميليشيات والإسلام الحكومي المباشر، فإن هذا القضاء هذا الطلاع من المجتمع الدولي يكون يعني أعور العينين، فبالتالي لا ينصف الحقيقة. نعم أستاذ أمير، بدقيقة واحدة إذا سمحت لي، التهجير القسري حسب القانون الدولي الغير قانوني والممنهج الذي تفرضه الدولة أو أي مجموعة منظمة، وهو ما يحصل الآن في العراق، يعتبره نظام روما جريمة ترتقي إلى أنها جريمة ضد الإنسانية. طيب ما حصل الآن ماذا تعتقد أن القوانين الدولية تقول عنه؟ أليس هو جريمة بحق الإنسانية؟ إذن لماذا لا يوجد هنالك قانون يحتفل حق مواطنين لدولة تعتبر هي إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة مثلا؟ طبيعي ما يحدث في العراق يشمل يعني القوانين التي صدرت في من قانون الأمة اللي هي 128 مادة، المادة 5 والمادة 6 والمادة 7 كلها تثبت على أن هناك جرائم حرب وتخضع إلى المحكمة الجنائية الدولية. يجب أن يكون هناك صوت للعراق من قبل يعني النخبة الوطنية العراقية لرفع هذه المشكلة إلى يعني المناطق التي هي مختصة بشؤون العراق. يجب أن تعلم الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت أن ترجع إلى يعني وضعها الطبيعي في العراق ويعني نسيان ما حدث، وأن تكون في موضوع المسؤولية وأن يعني تعمل على يعني إرجاع الحق الوطني للعراقيين وإرجاع السلام الوطني للعراقيين وفضح ما يحدث في العراق من جرائم ضد الإنسانية بحق مكون مهم من المكونات العراقية. نعم
الكاتب والمحلل السياسي السيد أمير المفرجي، كنت معنا في حوار سياسي، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. أستاذ عمر بدقيقة واحدة، أيضا إحدى المعايير الدولية الأساسية في المحاكمات ومعاقبة الجرائم على مرتكبيها فقط بعد محاكمة عادلة تحتها ألف خط، تحدد الذنب الشخصي ومدى العقوبة، أما فرض عقوبة جماعية فهو محظور. السؤال هنا، هل حكومة بغداد تمتلك درجة من الغباء السياسي الكثيرة بحيث أنها لا تعلم هذا الأمر؟ نعم، الحكومة في بغداد هي تغفل وتتغافل القانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك بسبب وقوف الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانبها في المحافل الدولية. وأيضا الحكومة لا تقترب بأي قانون لا دولي ولا محلي، فهي تأتمر أيضا بإبرة المرشد الأعلى والذي يعد هو أعلى من القانون. وإذا ما جئنا إلى تطبيق القانون القوانين الدولية وتنفيذها على الواقع، فمادة 33 تقول لا يعاقب أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا وحظر العقوبات الجماعية وبالمس جميع تدابير التهديد أو الإرهاب، وهي المادة التي أقرتها الواقعات الدولية في تعقيد ميف عام 1949، تحرم أيضا في تدابير الاختصاص للأشخاص المحميين وممتلكاتهم وتعدها جريمة حرب على المجتمع الدولي ملاحقة مرتكبيها للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، واعتبرتها وسيلة غير شرعية ظهرت كنتيجة للخلل في موازين القوى الإقليمية والدولية. الإلزام الطرف الأضعف استجابة إلى الإرادة الأقوياء والخضوع لهيمنته، وهذا ما هو حاصل في المنظمات الدولية منها المتحدة وفي المحافل الدولية الأخرى في منظمات حقوق الإنسان الإقليمية مثل جامعة الدول والإفريقية وغيرها من المنظمات الدولية. نعم، من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب السيد عمر الفرحان كنت معنا، شكرا جزيلا لك. دكتور أحمد بدقيقة أخيرة وبسرعة، كيف ستتم المصالحة التي تتكلم عنها ما يسمى الحكومة في بغداد وهي تنتهج سياسة العقوبات الجماعية؟ المصالحة أيضا من الخدع السياسية التي تتحدث بها الحكومة، والعيب ليس على الذي يطرح هذه المصالحة، وإنما العيب والمشكلة على الذي يشارك فيها وأبناء منطقته أو أبناء محافظته أو أبناء طائفته أو أبناء قوميته، ما زالوا في العراء مهجرين يسكنون الخيم، فبالتالي أي مصالحة قبل أن تعاد الحقوق إلى أهلها، المصالحة الحقيقية تكون مع أصحاب الخيم الآن الموجودين. هؤلاء لما نحل مشاكلهم فما بعده أيسر منه، فبالتالي هذه المصالحات السياسية لا يستفيد منها المواطن العراقي وإنما أصحاب الأحزاب الموجودة في العملية السياسية. الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أحمد كسار كنت معنا في حوار سياسي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. في الختام مشاهدينا الكرام، ما يسمى بالحكومة في بغداد في كل جريمة تفعلها تجد التبرير لنفسها وهي شماعة صادئة، ألا وهي تنظيم الدولة والانتماء لهذا التنظيم البغيض. لكن ما يسمى بالحكومة في بغداد لم تكلف نفسها عناء تقديم المتسبب في هذه الأزمة كلها، وهي سقوط الموصل والمحافظات الأخرى بطريقة مخزية لها ولقواتها الأمنية إلى القضاء، ولم تكلف نفسها مشقة التحقيق الجدي في هذا الأمر. ولو أن التقرير الذي خرج من اللجنة المشكلة من البرلمان للتحقيق في سبب سقوط الموصل جعل المسؤولية كلها ملقاة على عاتق رئيس الوزراء السابق نور المالكي والقيادات الأمنية، فليفهم العراقيون أن هذه السلطة ليست بعراقية. على أمل اللقاء بكم من جديد يوم الأربعاء المقبل في حلقة جديدة. تقبلوا مني أنا محدثكم أفل الصقر أطيب التحيات والأمنيات، ومن كادر البرنامج من خلف الكاميرا أطيب التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.